أطل في عيده 59 أيلول سبتمبر ليحتفل بالجمهورية رغم الحرب والتآمر عليها. عاد ليبتهج بأبنائه وقد وجد فيهم ما كان يرجوه منهم. عاد يغني والمدافع تعزف سمفونية المجد لن ترى الدنيا على أرض وصية. بعد قرابة 6 عقود من الزمن يبتهج أبناء تعز بثورة سبتمبر المجيدة في مهرجان كرنفالي احتشد إليه عشرات الآلاف ليجددوا مقاومتهم للميليشيات الحوثية انتصارا لليمن أرضا وإنسانا. اليوم احتشدت محافظة تعز من جميع مديريات المدينة والريف والساحل، أيضا احتشدت كل المكونات الشبابية والرياضية والثقافية، الجامعات الاتحادات لتحتفل في هذا اليوم المجيد في ذكرى ثورة العيد الوطني لثورة 16 سبتمبر لتؤكد تمسكها بأهداف الثورة ومقاومتها للإماميون الجدد. سبتمبر عيد الحرية. 6 عقود عقدت فيها اليمن القران بالجمهورية ويرفض أبناؤها اليوم الفصل بينهما مقدمين أرواحهم رخيصة كي لا يحدث ذلك. أنا لم أكن عبدا لهم في أرض صنعاء أو عدن، أنا شاعر، أنا كاتب، أنا مبدع في كل فن، أنا من تدلت حكمتي وقت الرزايا أو المحن، وإذا البغاة تهيأوا وأتوا لإشعار الفتن فلسوف أنهض مسرعا كي أرتدي أحلى كفن. يمني يمني أنت حبيبتي فلتأخذي روحي الثمن. تسعة وخمسون عاما عاش اليمنيون خلالها العديد من التحولات السياسية والتاريخية، تحولات انتهت بانقلاب الإماميين الجدد على الدولة في خطوة عزمت الميليشيات الطارئة فيها على تقديم البلاد لقمة سائغة لإيران لولا يقظة ومقاومة اليمنيين. نحن في جبهة القتال نقاوم الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وسوف نظل نقاتلهم حتى آخر قطرة من دماؤنا. وتبقى تعز رائدة المشروع الوطني، ذلك المشروع الجمهوري في يمن الموحد بدأ غراسه في سبتمبر وأكتوبر بأرواح الثوار وصعب على صنعاء العاصمة ومن بعدها عدن حمله أو الدفاع عنه في فترة تاريخية برزت فيها مقاومة مأرب وتعز وشبوة والعديد من المحافظات رفضت التمدد الإيراني. أشرقت شمس أيلولة أنوارا على هذا الحفل الكرنفالي 59 في عاصمة الثورات والمقاومة تعز، المدينة التي تعهد أبناؤها بمقاومة فلول الإمامة وأذيال إيران دفاعا عن الجمهورية ووفاء للشهداء وانتصارا للأجيال. عبد العزيز تبحاني، يمن، شباب تعز.